معنا آيات ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. فضحت سورة التوبة حيل المنافقين وتبرأت من المشركين، وقد عد بعض العلماء أنها مع سورة الأنفال سورة واحدة. وتعد سورة التوبة إذا ما عدت مع الأنفال سورة واحدة فهي من السبع الطوال، ويحرص الكثير من المسلمين على الإحاطة بمعاني آيات سورة التوبة، وخاصة معنى آية ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما وما يتعلق بها من مباحث لغوية. وفي بعض التفاسير ورد أن معنى آية ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما أن بعض الأعراب يعد ما ينفق من أموال مثل التي ينفقها في الجهاد في سبيل الله أو في معونة المسلمين أو فيما يدعو الله تعالى إلى الإنفاق فيه، فبعض الأعراب يعد تلك الأموال غرما ملزما به وملزما له، أي أمرا ملتزما به رياء لا يرجو ثوابا له ولا يخاف عقوبة من الله بسبب الامتناع عنه، ثم يجلس منتظرا أن تنقلب كفة المسلمين ويدور عليهم الزمن وأن يقع بهم مكروه أو هزيمة وغير ذلك. ويرى البعض أن المقصود من اتخاذهم الإنفاق مغرما حتى لا يشارك في الغزو والقتال والحروب، وقد اختلف القراء في قوله عليهم دائرة السوء، فمنهم من قرأها بفتح السين ومنهم من قرأها بضم السين. وذهب أبو جعفر إلى أن الأقرب للصواب هي بفتح السين، لأنها بمعنى عليهم الدائرة التي تسوءهم سوءا، كما يقال رجل صدق على اعتبارها نعت، ولكن الله قد جعل الدائرة عليهم وأنزل بهم المكروه والمصاب بكفرهم ونفاقهم، والله يسمع دعاء الداعين من عباده، وعليم بأحوال المسلمين والمنافقين وبالعقاب الذي سينزل بهم وبالمصير الذي سيصيرون إليه يوم القيامة، والله تعالى أعلم.